فهذا حق كلنا سلفيون، كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف، كلنا نسأل الله ذلك. الفتنة هي أشهر من الدجال، هل بعد الدجال ولا قبل الدجال؟ ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال بصري هذا الحديث، ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر من فتنة المسيح الدجال. نعم. لا يوجد يعني أضر. لا أبدا.